أهدر أهدر هامو هندي من فتني روم هندي من فتني روم طار من مضمضة واستنشق من غرفة واحدة قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة فقال ذلك ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم باب والجبان إن يبول يقول ويباب من مضى واستنسق من غرفة واحدة فوتي قلت جمع في أهند وسباقو إسركينا قرون كم سيقول هسيتنا نغر لم ديام منا أو مرة قوة الهيئة إذن هذا باب الوي أن كسبيرو هند سركيني فو نيدان نيام كم ووري نيدان ووري هيني هند سركينا قو بي هند وسباقو دين أفل الحديثة وال عبد الله بن زيد كان كورو وي النبي كان كو النبي جميم نويسفا نغر رمان النبي صلى الله عليه وسلم وي kanko rufi ndiyam diga hande tumugel haado juude mako looti juude de summa ghasala aw madmada wastanshaga min kaffatin wahida usbago be sorkinago kanfu nyedande woore nyedande woore de waddi woore mako do kanjum man tan fa fa'ala dhalika thalatha ndiyam gotam o sorkini o 50 o sorkini o 50 hande tati her jongo mako har newre mako do denu fa ghasala yadayhi o looti juude mako ila almirfaqaini ha chobuli مرتين 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 ديدي وما صحابي راسي وموتي هورما كما اقبل اوتي وما ادبر اي كوتتي وغسل رجليه ان لوتي كسما كو الى الكعبه ان اكل بوله ثم قال لرويبه هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ولي نغر النبي جميل صلى الله عليه وسلم باب مسح الراس مرات قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وغيره قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتودأ لهم فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة وهي باب والجبان نابول دبل باب مسح الرأس مرة باب والموت بهوره مرة قوتل جنجينو أران كم فأقبل بهما وأدبر إذن هو كم نغر أم تمدي دم يهند وورن المهيئن كي دي ميوني هجمان لين أفل لنين حديثة وال عبد الله بن زيد ها سفان نغر أم النبي صلى الله عليه وسلم وي نبي جامي مو فدا ابي تور بيتي هاندي تموغل من ما انديا فتوضا لهم ونغاني بي فكفا اورف على يديه دو جودي ماكو فغسلهما اولوتي جودي دي ثلاثا تاتي ثم ادخل يده لنوناتي جونغ ماكو في الاناء ها تموغل فمضمض وغسبي واستنشق وسركني واستنثر او 50 ثلاثا بثلاث غرفات من ماء دي تاتي هاندي بي نيدان دي تاتي ثم ادخل يده لنوناتي جونغ ماكو في الاناء ها كاكل فغسل وجهه ثلاثا اولوتي هاندي يسما كون تاتي ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين إن أنوتي جود أولو جود ما كنت ننجر ندي أندي أولو جود مرة دي هاشقولي ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما إن هندي هاري جنغو ما كنت ننجر ندي رو أندي أمويتي هور أندي أكوتي أفكتري غال هور أتمنري غال هور باو نعم ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه den o lo naati juude maako de hartu mugel gel o looti kosde bo labindu den o wi riwaya gonga wi masahara sahu marra
إذا حديث ونقول كل كرنون قول لكن قول رواية بي مرة قوتل معنى من أسي مرة دي يارو قولورنا كم تو كم تمي ريتم إي وورن ونقول أبو حيان مسكو من دو كيتا مدوانك نعم إذا باب والقوت دورو درو لندورو نعم باب وضوء الرجل مع إمرأته وفضل وضوء المرأة نعم وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية نعم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا نعم باب والجبانين والتتب إن شاء الله الرابع وما قلت رتولين باب وضوء الرجل مع امراته وركو نانغي دابي ديبوم كوركو نانغي دابي ديبوم وفضل وضوء المراه ايتونيتو ديبو ارتي جانغورو النبي صلى الله عليه وسلم بي جرير بن عبد الله البجلي كفورم كودو دي وربير اينيتو ديبو ارتي ديبو ارتي نانغو وونو كيتامان اذن وي وفضل الوتان وضوء المراه نوي كيتامان كانيوم بو وي وتوضا عمر سيدنا عمر نانغي بالحميم بينديام غولدام من بيت نصرانيه suru debbo nasaranin kejo suru debbo nasaranin kejo be gaddani umar ndiyam gulnaada umar nangi be majam idan maana man ase sare goddo ke fero wi ataake sare man kam de dangataake na sare man de dangataake wi ataake non non idan den o filli hadisewol abdullah ibn umar ibn umar wi kana ar-rijal wan nisa worbe rew be fulata keno yatawaddauna fi zamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'a kawta be nangi da be fu zaman annabi sallallahu alaihi wasallam idan der rabbe no kita kado na manaman kita kado arandina silama yake hijab binda kana do rewbe non duwan yake hijab binda kana do rewbe manaman imma worbe ngara nanga timmina rewbe ngara nanga aw hande rewbe ngara gona sera be nanga ni duwano arandan kam diga hande Allah sin umray rewbe be luncito worbe tangonda be worbe hababe na idan kurum yidi wigo terabe yidi wigo manaman sawaw worbe nangi sawaw rewbe nangi fu kungol jahingol der kunguri modi be kam diyam dam be dalida am be nangi lutti dam do kanjam dam ceni dam en biata hande gam rewbe nangiri dam kanjam kam wonnake walla bo hande worbe nangiri dam kam rewbe poda hande no yake mabbe woni fu sawaw dum nangar dam mabbe sawaw putano ngi wama be sawaw idan sawaw be sinino be senare famarde senare maunde fu ndiyam man kam ko da ko wadi dam akongol ni shugol der kongudi modi be fere ko de fere do biya ndiyam kutin radam sawon gorko memi dam aw debbo memi dam hande dum senare famarde e mari do kam foti goddo nangira be majam amma to senare mawde masalan dum janaba dum hayda dum besngu debbo won mari walla gorko bo dum janaba woni hermako o do kam dam ulutti man do bi adama jo nangirta dam lakin ko ni shahingol kongol chaingol der kongudi modi be kam kadam be lutti man do bi adama jo nangiran dam kutini ran dam do woni kongol chaingol der kongudi modi be kadi der rabbe ndar to herdo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك